قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ. وخلال هذه الجولة تفقد الرئيس السيسي المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، كما التقى بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة. وشارك الرئيس السيسي في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة. المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع. ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوه نفسها من كرتون معد التصنيع، يعني مع البيئه يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنيه اللي معموله فيه معموله من مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجوده بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعيه. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فندم فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي، و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة يا فندم هي أمام حضرتك، الخيمة لونها أبيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله الماراثون النهاردة. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الشرفية، شركة مصرية بنقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركه مصريه مؤسسه شباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكه المواصلات وهو الجزء الخاص بالمشاوير القصيره اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنه دي باكثر من 500,000 رحله واكثر من 300,000 عميل. وبشكر حضرتك جدا على الدفعه الاولانيه اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر افريقيا للشركات الناشئه ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل كهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بتغير المناخ. المدى بتاعه قد ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. ولازم يتشحن بعد كده؟ لازم يتشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحله دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الارض في رساله للعالم ان احنا لازم نشتغل والبدايه من مصر. ربنا يوفقكم. ربنا يوفقكم. شكرا كمان. شكرا. يلا نبدأ.